درتي ابوني ها درتي ابوني تنفرش الفيديو كامل وما تنزلش لتحط وراك على ديك اللعبه الحمراء دير ابوني ودير ابوني على داك الحنك اي واحد شاف هذا الفيديو هذا خاص تعرف انه راه انا طالع في تويتش عطاك الرابط في الليا دخل ممكن تشارجها من الابل ستور ولا من البلاي ستور تويتش احمد الصابر دخل ابلو تما ونشوفكم تما حاجه اخرى كاين عندنا ديسكورد الا كنتي انت من العشاق ديال الجيمينغ صافي جيتي تلعب فالورانت ليغو في ليجند فيفا اي جو غادي تدخل وتلقى الليا ديال ديسكورد عندنا حتى هو في رابط لو انا قالوا لي ديك فاتي جمال اللي طرا لها شي بلان مع زياش انا ما شفتش لافير كنت بغيت نشوفها عندكم معاكم في اللايف فهمتي راكم عرفتوا باي حاجه نديرها كونتنت شنو هي جمال ما تعرف هذا الشيء تاع التيره واش هي كنقمع على البنج ياك كان قال لها واحد التويشيه ولا واحد اللعيبيتيك هذه هي اللعيبيتيك اللي سبات جياش ياك يا هي اللعيبيتيك البنات تلاقيت مع اكبر متكبر تلاقيتو في حياتي كوم باغازا دابا في المول شكون هو هذا لم تدوي على زياد شنو لو شام هنايا واش لو شام ولا عاجي عشيري لو شام ولا عاجي ترى الدرجه عاجب هذا مولاتي وشم توق مني الله سبحانه وتعالى ازاغ دابا في المول ماشي في المول في المال 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 سير دوك النظاظر لابسهم كبار بحال تكرت بورزان واتفاك ما دفاك اصاحبي واش دابا هذا ستيل هذا راه المسخ هذا ماشي ستيل هو فوتبولور مغربي فوتبولور مغربي ناري كنت سبيتي مع الخوادري عرفتي كنت سبيتي مع عبد الحميد الصابير كنت شفتي معايا الويل نعذبك ولكن ماشي مشكل ومعك معايا صحاباتي ماشي مغربيات و إلي تي أكوتي دونك إلي تي أكوتي برو شو الناس اللي تيخلطوا اللغه العربيه مع الفرنسي تنكره جين امك ما تنحملكش بو على جين امك علاش بلاد ما تيفتخرش بالدارجه قح عندك جوج الانواع ما تنحملش اللي تيخلط الدارجه مع لونغلي دابا فهمتيني انا مشيت غدت ليه ولكن برو ذيس شيت برو يو 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 فهمني فهمني يو ذيس مارا فاكين برو والله عاشي ولكن كليت واحد لاطاخت اتس ديسكاستين مان يو نو وير واش انت تاكل المرقه لجين امك وتتغدى بسيفيانا وتتشم على الهواء تاع المغرب وتتمشي للطواليت تتقرض بحالنا بحالك وتتخرى داكشي تنخرى واش علاش علاش هما هنا ما يخلطوش الفرنسي مع العبريه ولا الفرنسي مع تمشي عند بنادم تيقول لك سالو سافا كومون سافا تري بيان وي او روفوار بونسوار بونجورني بون انيفيرسير بون سواري بون فان داني بون فان ديتو الانجليزي تتمشي عنده تلقاه تيهضر برونجلي مسرحه هاي هاو ار يو I am fine, thank you. I am blessed today. I give today. They live there. God is great. God did. We do this. Thank you, God. حنا لا. تتهضر بالفرنسي ما تبانش كلاس. افتخر بلغتك المعلم كما هما تيفتخروا بلغته. أحسن لغة في العالم هي التشليحي. السلام عليكم. التشليحي هي أحسن لغة. من الآخر كاين الشلحة والدارجة. لونجلي الفرنسي. داكشي تتبقى هي لغة تتراسل مع بنادم. سي با بوسيبل سيت انفون إلي با بولي ولكن ميمكنليش نمشي لسيت سواغي باسكو ما لقيتش ما غوب. بو واش هاد ال. قلت ليها يلا قلت ليها هاي كيخنزر. قالت لي هاي تيخنزر وي مي فريمون سيد اي لي با نورمال جا عند واحد المغربي تما شو الشعر اوي يا عباد الله اويلي داك الشعر تي كان داك الشعر عدو يا شي بنت تهضر معايا وتبقى تشل شعرها اويلي مي سي انكرويابل دابا علاش تحركي شعرك ناري هو فوتبولور مغربي ومع كان معايا صحاباتي ماشي مغربيات و إلي تي أكوتي دابا بلاش نهضر على واحد القضية الدراري دابا شوف هي كي تتهضر وزياش بغاتو يهضر معاها راه الله تحتيك خو حاجتك دابا هي نورمالمون كون كانت تتهضر بمؤدبة و تيبان فيها تيبانو فيها علامات الكبر عشير من بالروج ولا ديما تبانش فيها الكبر غير من الطريقة مبعكك هاد ختنا هادي ولا لا هو فوتبول لا لا هو فوتبولوغ ما تمشيش تهضري معاه بقي هذاك السيد تشوفيه في التلفازة علاش بغيتي تمشي تهضري معاه ما باش انا لا يتصور معاك علاش بغيتي تصوري مع صحة ما بغاكش وصحة بنادم اخويا راه والله ما يمكنش شو كي شو على في عين دونك قلت ليها يلا قلت ليها هاي كيخنزر من حقو يخنزر من حقو يخنزر يا معلمة ما تيعرفكش
شافك لابس دوك نظارات بورزان معاوده شواربك معاوده من اخرك معاوده جبيتك معاوده حجبانك ما عرفناهم هادوك واش شوارب ولا تطوارات عندك كي تما ملصقاهم ولا مار جو سوسيطار وجاك معاوده كلكم تتلوجكم مقمقم تعشكم الله واحد الخليقه وما تترضاوش بها صاحبي تبداو تبدلوها ودكو يبرانا ودكو يبرانا وانا بدو تزيانو صحه راه الجمال هو جمال القلب باقي بنادم ما يعرف بهذا الشيء تشي كبر وات ذا فاك ماذر فاك اي فريمون سيد الي با نورمال عند واحد المغربي نتيا اللي ماشي نورمال هو راه ماركه كفره في كاس العالم سمعتيني وماركه بيت نورمال هذاك السيتي ضلتي ماركي المغرب نتيا اللي ماشي نورمال دير هاد السطوري هادي باش تبان راه تنبغيو زياش راه زياش تنحبوه وما عاديش تبدل علينا زياش راه هو اللي كاين واخا تقولي عليه اي حاجه عرفناه تيضرب الكالا وعزيز علينا بهذيك الكالا وعزيز عندنا بهذوك التصرفات السلام عليكم حبه المشمش تنحبوه احنا عزيز عندنا المشمش اخويا ومعك معايا صحاباتي ماشي مغربيات و الي تي اكوتي دونك زعما صاحب مع صحاباتها ماشي مغربيات خصو هو يجي ويبوس لا راسها ويجي راسو مصاحب معاها والسيد ما عرف كاع واش كاين السيد عايش في عالم اخر اتموسفير وعلى عقلي واش كاع الدري بحال هكا الصاب قلت ليها يلا قلت ليها هاي كيخنزر مي فريمون سيد الي با نورمال جا عند واحد المغربي تباقي تقول كلمه بالفرنسي عادي ندير شي حاجه ماشي هي هادي مي سي انكرويابل قالت حالك خويا بون طو دخل الكرسي نوض انت تكتب معايا الويل مسكين هذا الكرسي هذا والله الا شي عالي معايا وي سامح لي راك عزيز ميسي انكرويا ميسي انكرويا ميسي انكرويا كلان لوتيل شفت حدا الباب قلت ليه راه اتس نوت نايس وقال لي فاك يو فاك يو فاك يو وفاك يو فرعك زياش فهاديك اللحظه تيمثلنا المغاربه حنا كاملين دار داكشي اللي خصو يدالك قال لك يو باسل زياش باسل زعما ماشي صحابه هي مشهوره اخوتي الا باقي تبداو تطلعوا بحال هادو الله يرحم لكم الوالدين هاد المشاهير هادو بالرجول زياش فهاد اللحظه جيتي تيمثلنا كاملين قسما بالله برو انكرويابل Parce qu'un footballeur Ziyech, tellement je l'aimais, tellement je le déteste maintenant. ولا باقيش تايمي على اللي حنا تنحبوه ما محتاجينش ليك انتيا تايمي ولا ما تايميش واحد لقات جا بغينا نهضر عليها وانا واحد الانسان يدري واش تيحبونا واحد الناس بحالكم بعض المرات تنكون غادي مع امي ولا غادي بوحدي وتيتلاح عليا بنادم بحال هكا اوفير هاني عشيري انت اللي كاين كيف تكون ردات الفعل تاعي راه غادي ندور بحال هكا بحال البوكس بحال هكا تتحنا من التحت تخشي عليه فاس حيت هذا ماشي اسلوب ديال الحوار هذا ماشي اسلوب من الاخر واحد الانسان تيحبك وتيبغيك كاين واحد الحاجه سميتها اداب الحوار انت هو هذا السيد هذا تيجي عندك بحال هكا السلام عليكم كي داير لاباس عليك بخير الله يجازيك بخير عارف واش ممكن شي تصويره راك عزيز عليا الله يجازيك بخير بغيتي ما بغيتيش ماشي مشكل اييه مرحبا قال لك لا سمح لي اييه ما كاين حتى شي مشكل وتزيد فيها فاش تقول لك ما كاين حتى شي مشكل وتزيد في حياتك هو تينبو ضميره باش يعيط اما هاد اللعبه ديال تمشي ما عرفتش الظروف ديال بهذا المشطر عليه الدم واش مهوتات عليه واش طاحت ليه شي 200 درهم واش تليفونو خسر ليه واش دار شي كسيده واش عنده شي بروسي نورم واش متفقين معايا الدري ولا ما متفقينش معايا في هاد اللعبه بنادم ما عرفش اش طاري والله حتى ولينا تنجريو القيمه والشان والمرشان اللي ما خصناش نجريو عليه وفيقوا المغاربه وفيقوا ويك اب تو رياليتي وفيقوا عباد الله على عرض الله راه كاينين الناس محتاجه السيبورت ما تتسيبورتاش او حتى على عرض الله خليوني عايش في القوقعه ديالي مع هاد اللي كيبان لنا في التلفازه حاجه والواقع ناقينا بوا انا بنتي ديال التلفازه بدا قمع كي البنج السلام عليكم قال لك تويشي داك الولد المغربي مسكين اللي شفتو كيقول لي وهذاك المغربي عزيز علينا وزياش حبيبنا وزياش انا لا تتصور مع عمو وتيضحك مع عمو حيت هو مرجل الوالدين وما عندوش مع الفتيات وما عندوش مع الاغراء وما عندوش مع هاد السبيد ديالكم تفو على حالك يجي خفتي غير داك الولد المغربي مسكين الولد المغربي ما هضرش وانت يا بوتي تهرب او لا لا لي جونتي قال لي اختي فاتره انا بعدا والله ما تنعرفش شكون هي هادي قسما برب الكعبه شفتها مع البنج قمع بوحده بالرجوله تتبان كلها معاوده تتبان وجهها بحال السرج ديال بيكالا مادام ما يمكنش واش دابا هاد لي فوتبولور ما في خبارهم واش كانوا اباطره قبل منهم عاود لكم واحد الحاجه تيلمون رياليستيك وما تجيش تيقوها مزيانه واسمعوا مزيان شفتوا معايا عبد الحميد الصابري في اللايف متواضع وجاي معايا تواضع كندخلني للتيران واسمعوا مزيان تلاقيت معاه
مزراوي ويحيى الخاجري يعاود لكم هذه اللعبه. مزراوي كان معايا زياش كان قاعد مع شي 20 من هولندا، وكان معايا بلال الخنوس، وكان معايا داك الدري ايوب باعر ولا ما عرفت ايوب شاعر، سمحوا لي شاعر داك الدري القصيوه. قسما بالله الا الله يعمر لهم الدار، وناس زوينين وكالم. زياش شفته شي يكفي، شفت هذاك السيد بارك عليا بحال تصورت معاه قسما برب الكعبه، الا متواضعين الدراري المنتخب تاع هذا العام لواحد الدرجه ما تصورش. سولوا لي انا اللي عشت معاهم في قطر، بونو تلاقيت معاه في لوطيل، ميمكنش هذاك السيد شحال الله كريم، بونو ولد الشعب حقيقي، وناحي تلاقيت معاه حتى هو ميمكنش شحال الله يعمر هذا الله. شوف ماشي دابا تنقول قسما برب الكعبه، الا ولاد الشعب بنادم بلا ما نعاود لكم، بلا ما نهضروا على بانون ودوك الطبقه، حيت هذوك ولاد الشعب البيور هذاك هذوك فعليه تقدر تقول يلاه نعوموا في لابيسين 5 دراهم يمشي معاك. عندك اخوتي راه هي هادو اللي فيهم المشكل، وحق الله غير هادو اللي فيهم المشكل والله. حتى الدراري دراوش ورجال، وعلاش تكبروا على بحال هادو؟ حيت راه عارفين علاش. حيت انا زياش شفتو فواحد الصوره قال لي واحد خويا زياش جيبه مغرب ويجي هو يتصور معاه، شي عرفوا معامل عايشين هما هادشي وعايشين وعارفين معامل، شي عرفوا فين شي افهمت هي. وفي ليله ونهار وبداك الغرور ما بقى عندهم حتى ريال، في اخر ايام حياتهم ما لاقين ما ياكلوا. يلا ولاد تسباجي اللعابه قالت لك زياش ما عنده ما ياكل، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا ومن 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 لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يأخذ فيكم الحق، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو نقدر نقول غير بديك الفرحة كالكان كوجين فولي زعما جوست لوي دير كي تبارك الله عليك. ممكن تقولي زياش من بعيد بحال هكا شيري ليا كوكو زياش صافا مرسي بوكو، انتي اللي بحال كوكو سهلة، هادشي درتي ليه كوكو عشان جاب باش يدير معاك ستوري باش يتصور معاك معنق لعاب الكرة هذاك راه عنده الهيبة ديالو، انتي اللي بحال هكا كوكو. ومنين درتي هاد الستوري بقى فيك الحال، بقى فيك الحال وموت بالسم، موت 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 موتي 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 موتي. المهم تالمون جيتي شوكي جولي de partager et surtout il m'insulte. Moi tu partages juste معانا هادشي ما حنا جلا زياش تنحبو عاش الملك تنحبو زياش معاه السنة دابا غادي نزيدو زياش عاش الملك. ملي قلت ليه حشومة هادشي اللي درتي قال لي تلاقيتو باغ هذا عاود قال لي فاك يو ياك قال لك وا فاك يو حتى حنا في اللايف تنقولو لك فاك يو فاك يو ولا فاك كتقول لي فامز اللي في عائلتك. يلا يلا وادخل الصحة هذا العزاوة يلا 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 لي فام في عائلة زياش مو بعدا أمازيغية حرة، أمو إنسانة متواضعة صحبا شي بحالك دايرة 700 كيلو ديال البوم بوكس ولا شتا تقولوا ليه وداك لا لا لاخ لا 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 لاخ. المهم أتمنى إنه إحنا مش كل ولاد بلدنا كده على إحنا كنا دايرين بحال هكا لالا، وسيري في حالاتك وسيري الله يعاونك لا أنت ولا صاحبتك، إحنا كنا بحال زياش الدراري شعارنا زياد السلام عليكم وفاك يو من الاخر حنا هكا دايرين بحال هكا وفاك يو. احنا كل المشاهير عندنا والله متواضعين بجد وما عندناش حنا اصلا مشاهير، كاع المشاهير تاعنا تيجيو هي تيك توك وتيقولوا انا سمكه أنا. ما كاينش اللي مشهور قد البلاد قد سيدنا وعاش الملك، والملك هو الوحيد اللي مشهور عندنا في البلاد عاش الملك. قلت لك ان محمد صلاح عمره ما يعمل كذا وسير الله ينعل الجن خلق تمك انت وهذاك محمد صلاح سيري زين تشاو داكم ما بغيتش نسب ولكن خرجتني على الطاعة. محمد صلاح محمد صلاح بيعمل كي وزياش راه احسن من صلاح مال اش تيدير هاد صلاح كاع وخرجت واخوتي راه عيد تاع عيد راه ما يمكنش ما نسبش راه ما يمكنش واش يتقارن زياش مع صلاح وبارك عليا يا صاحبي وراه الاخر هذا زياش وات ذا فاك راه زياش احسن من صلاح اختي صلاح صلاح حنا راه زياش هو اللي كاين شويه كتكبر بولاد بلادها واش مشيتي كما تتكبريش بولاد بلاد واخا قمعك قولها ها هي قمعني وتنحب زياش احنا على فكره محمد صلاح ما بيعمل كذا مال محمد صلاح تياكل الكشاري سيري تخراي راه زياش راه هو اللي كاين وراه وحنا دايرين بحال زياش وكاع المغاربه دايرين بحال زياش حنا فاك يو اللي تلاقينا معاه تنقول له فاك يو سالينا احنا محمد صلاح بيعمل كده على شيء على فكره صح؟ لا والله حتى حنا عندنا اوكي عندي كثير اصحابي محترمين. شكون اللي عندك صحابك؟ داك الصحفي اللي معيط عليك قمعك البنج دلي راسك على قبل 5000 درهم نشوف انا مستريمي ندخل اكثر منك الفلوس ها هو يستيكو راه دخلت معاه 20000 مليون دولار ندلل راسي انايا اللي بغى دلها واللي بغى دلها يعشيه عليها خوتي. قابلتهم قابلت الفريق اصلا؟ راه انا كنيتي الصابيري وخويا راه تنعيط عليه في واتساب سمعتيني وتيتواضع معنا وتيجي عندنا اللايف في تويتش وداك النهار معيط عليه وكان لا تنعيط على فاروق
بلاش لا خصني نعيط على فاروق، والله تنعيط على فاروق بالله، والله تاجي نعيط على فاروق بالله، بلاش هاد الدري واحد الدقيقة. يعني مزيان اش بغيت نقول لك اخا فاروق؟ أول حاجة عاش المالكي باش تعرف، خاصك تعرفها. شوف واحد الحاجة ثانية، سمع ذاك النهار في لابيل في واتساب شكون كان معنا في لابيل بالرجولة؟ صابيري زيد طوطو زيد شكون آخر؟ بوفان. كيفاش يهضروا معنا عشيري؟ تم التواضع. واش ماشي بنادم متواضع عشيري؟ بوفال كيفاش يهضر معنا؟ بوفال داك اللي دار خويا في عمر البلاد ماشي تطلعها معنا وداخل توري. واش تنقول لك واحد الحاجه ما جبدناش الكره الثانيه وحده كتحس بها بحال صاحبك. الله يرحم ليك الوالدين. واش هضرنا على كره قلت ليه ماركيتي درت شي كذا تيعاود ليك كذا تتكمك معاك واش كاين ولا ما كاينش؟ تضحك معاه فهمتي هو كيقول لك داك الشيء كنتفرج فيك ستريم كذا يوتيوب. الله يرحم ليك الوالدين. اكبر دليل الدراري على داك الشيء اللي كاين ها انتم وهو هاد السيدة كان معايا وحضر معايا وقسما بالله الا قمه ديال التواضع. الله يرحم ليك الوالدين اخا فاروق عندي اللي كان قلت لكم هاد الدراري واش كذبت عليكم لا تقول لي كذبت عليكم ولا شي حاجه. انا ما تنكذبش عليكم انا تنقول لكم الصراحه. السلام عليكم.